الراديو 90 90، هواها مصر. مساء الفل على كل بيسمعونا دلوقتي. جت فقرتنا في اول فقرات البرنامج بتاعنا وهي فقره سكرين شوت. بنجيب لكم مشهد لكن عاملينه بطريقتنا بشكل مختلف عن موضوع مختلف عن اللي في المشهد. طيب. وانتوا بقى لازم تعرفوا المشهد ده هو ايه. قلنا نصعب عليكم الدنيا شويه، نسمع مشهد النهارده. مش صعب قوي يعني. يعني خلينا نشوف. طب يلا يلا بينا. سمعنا. كنت مستنياك تشدني ادخل المحل، اتاخرت قوي. ادي التاريخ بيتكتب قدامكم، البياع حاطط رجل على رجل وهيبيع بالسعر اللي انا عاوزه. بس انت نسيت حاجه، انا هخرج من هنا انا وابنا ومعانا الجاكيت وبالسعر اللي احنا عاوزينه. عبدو سيد، فين السيد؟ ترد عليا. الهاتف الذي طلبته مش عاجبه السعر بتاعك، وهنمشي ومش هناخد حاجه من عندك. ايه؟ معقول؟ معقول ان هي تخلص بسرعه كده؟ هو اسرع مما تتصور. طب استني هجيب لك حاجه ارخص. لا مش هاخد غير ده والا همشي. مش هسيبك تمشي. عاوزه تنزلي في الجاكيت ليه؟ ما ابنك اللي هيلبسه يعني مش جاكيتك انت. تصدق كنت هسالك نفس السؤال، بتزود في السعر ليه؟ لا ده محلك ولا ده جاكيتك. طب نتفاوض. والله عارف اني همشي وهسيبك. ها همشي وهسيبك. مش هسيبك تمشي بعد ما نزلت الدرف كلها وقيستيها لابنك. هو ده جاكيت اللي منزلني من البيت عشان نجيبه وفهمتني ان عليه سيل؟ البياع مستعد يبيعه لولاده بضعف السعر. طب انا زيني 5 جنيه. لا على الراديو 90 90.